الموضوع. اوكي حلو. عندك مشكلة كبيرة في البحرين. ما عندي مشاكل والله العظيم. لا 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 عندك يعني حزمة مشاكل في البحرين. اوكي. اول شيء انت قلتي بلدي ما قدرتني. انا ما قلت هالكلام عشان يكون واضح. اوكي كملي علشان ارد عليك كامل. انت عمري ما قلت بلدي ما قدرتني. عمري جيب لي اي لقاء حرفيا اقول بلدي ما قدرتني. كملي بقول لك. انت دائما تقولين انا قدرتني الكويت اللي اعطتني الكويت، فهم ماخذين يعني احنا شفينا يعني احنا الوحشين. اوكي هي خل تتذكر ان هي بحرينيه. ماشي لما تطلعين في لقاءات تقولين والله انا حتى اقعد في البحرين صحافه صحفيه بحرينيه ما ترفع علي التليفون تسالني ايش عندك ماش عندك ما هذا صح. بقول لك شيء، انا عتبت على الصحافه، عتبت على الوسط الفني البحريني بس ما عتبت على الناس. بالعكس قلت لك انا اشوف كل بحريني يقول لي احنا نفتخر فيك، انت رفعتي راسنا. يقولون لي كلام ساعات وهم يقولونه ببكي، يعني يود نفسي عشان ابكي من الكلام الحلو. لما اقول في المقابل الكويت كلها تقدرني، صحافتها اعلامها تلفزيونها اذاعتها فنانينها صحافتها، الكل وقف وياي لما يتهني ما فرق، ولحد الان ما يفرقون بيني وبين الكويتي. الفنانات شوفي ايش يقولون عني، ومو بيني وبين بيني وبينهم لما يشوفون واحدة من البحرين قاعدة تهاجمني يطلعون على سناب يكتبون كلمة حلوة، يطلعون على انستغرام يكتبون كلمة حلوة، وهم كويتيات. بقول لك شيء عشان لا شو اسمه، في ناس وايد هالفترة في شرقاوي من أول الناس اللي جات وقالت لي كلام حلو، كلمتني على خالد الرويعي كتب لي كلام وايد حلو بعدين اراويك على السناب، عبد الله ملك، مروه خليل، حسن محمد، في مجموعه من الفنانين ما رضوا على زعلي. وانا ادري الحين بيون تباعا لان انا ما قلت شيء غلط. انا ما تكلمت لان الموضوع صار الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات، انا تكلمت بحرقه هنتكلم. 23 سنه لا تكلمت عن البحرين ولا تكلمت عن الحكومه ولا تكلم، انا قلت بالضبط الصحافه والفنانين. وحتى في فنانين حبايبي فديتكم والله قالوا ليش تعمين احنا نحبك واحنا ما ادري شنو، بس قلت لهم انتم تعرفون انا من حرقتي كنت اقصد منه. اوكي يعني هم ياخذونه ان هناك يعني ما دام التمجيد كله في الكويت فمعناه احنا وحشين. بس مو معناته احنا عيال البطه السوداء يعني. لا يمكن لا يمكن باي شكل من الاشكال، حتى لو الحين صار التقدير اعلى في البحرين لا يمكن باي شكل من الاشكال انسى وقفه الكويت بالعموم، صحافتها واعلامها وفنانينها بصناعه زهره عرفات للحين. بس انت عندك شيء زهره، انت جايه من الاساس كان في شيء. عندي شيء لو ما وقفتوا معي طبعا، ولا في غير شيء كثير يو وراحوا ماشي. الشيء اللي ما يعرفونه ان مفكرين ان انا جيت، طبعا يشوفون ان احنا نمثل في القصور وفي المدري شنو، ما يدرون ان زهره عرفات جات كل اللي في حسابها البنكي اقل من 2000 دينار كويتي. حاولت قدر الامكان اخذ مقدم الشقه وافرش الشقه وارتب اموري. لا 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 ما يدرون. في واحده مره دخلت وطنزت على الجمله قلتها، ما يدرون ان يوم من الايام ما كان في ربع دينار في جيبي. اي هذا بتكلم عنه انا بتحكي. اتكلم ولا بتقولين؟ يعني صعب حكايه ربع دينار، انا كنت في الكويت ما والله ما العظيم ربع دينار في جيبي، وساعات اقول له خلي سبحان الله يصير شيء الربع دينار. حيعمل ايه؟ ها؟ حيعمل ايه الربع دينار هذا؟ ما ادري، بس يكون عندي ربع دينار، يكون في ريحه الفلوس في البوك. اوكي. وكنت اخذ من البقاله اللي تحت دائما، كل ما اسوي لقاء خاطري اروح نفس المكان، البقاله اللي تحت اخذ على الحساب اي شيء يحتاجون البيت. بالجابريه صح؟ بالجابريه تحت في البنايه. على الحساب. مكتب التاجير السيارات ما ادري اذا موجود دين للحين ولا لا، اسمه رقم واحد اتذكره. على مدى سنتين انا استخدم سياره منهم وبدون واسطة وبدون معرفة، ولا أنا فنانة معروفة ولا حد يعرفني ولا علاقات. كانوا السيارة عندي وقت اللي أشتغل كنت أروح أسدد الشقة الحساب السيارة وقعد إن شاء الله ما عندي ولا فلس بس أكون سددت العلينة. بس كانوا وياك عيالك وهي بحد ذاتها مسؤولية. ما أقول لك اللي قاعدة تفكر إن أنا جيت بس وكل شيء انفرش لي. أنا كنت حامل بعبود وعندي عيال اثنين، كنت افكر انا اكل ولا اكل عيالي، منو الاولى؟
انت انسانه مكافحه زهره، بس ما حد يدري. لا، الالم، الالم داخل البني ادم ما ينسى. ذيك الايام اعتقد ذيك الايام هي اللي خلتك اليوم زهره عرفات، خلتك تتحملين. كنت اقول ما علينا، خلي عيالي ياكلون، هو بياخذ من جسمي لان ما ارتب اموري. بعدين انت واحده تافهه سخيفه ما تعرف شنو ظروفي، وتي تتعالى علي. انا حفرت بالصخر، ما اسمح لاي احد علشان اكون انا طيبه وخلوقه، لازم انزل من قدري. انا وانزل من قدري. انت قدرت، انا انسانه تعبت واستحق اللي اخذته. تستحقين، انت قدمتي وايد. انت حتى في مرحله ان انت كنتي في، انت مع ذلك كنت تمدين ايد العون للكثيرات من البحرين. ما اذكر هالشيء لان، بس انا شفته زهره، شفته. فتبين عقب ما مريت بكل هذا تي واحده سخيفه تنزل من قدري؟ لا، ما تسمحين. ما اسمح. واذا علشان يقولون انا انسانه متواضعه، اقلل من شاني؟ ما اقلل من شاني. انا وصلت لكل هذا بتعبي، ما حد يا حط دينار في جيبي، ولا نزلت من مكانتي علشان دينار. بس بقول لك شيء، الفقر يؤلم في مرحله ما في حياه الانسان. مو سالفة يؤلم، أنا كنت فخورة بنفسي. كنت فخورة؟ وايد فخورة بنفسي لما قاعدة أطالع أن أنا في غربة، وساعات أطالع أقول والله العظيم كان أحمر جبجي الله يذكره بالخير، أخو عبد الناصر درويش، كان هو المسؤول عني، وديني المسرح ورجعني أول ما يتجباب زوجتي. فساعات فجأة التفت له أقول منو هذا؟ أنا وين؟ تعرفين لما تحسين انك، بس ارجع بعدين لما اشوف انا شلون انتقلت، شنو المراحل اللي انتقلت فيها، شنو. علشان كذي انا قلت لك انا ما حد في راسي. انا في راسي نفس ما انا ابتديت بشقه في الجابريه، غرفتين وصاله، حمام واحد، سيار ايجار. انا قاعده افكر المرحله الجايه شنو اسوي لنفسي، شنو اسوي لعيالي. قاعده اكبر نفسي شوي شوي، أكبر شقتي هذه الصغيرة هذه شوي شوي، سيارتي شوي شوي. عمري ما أخذت على نفسي قرض، عمري ما احتجت لأحد. قاعدة أكبر نفسي شوي شوي. فأنتوا، أنا كان عتبي أنتوا لما زهرة هذه اللي جاية من الأكر الشرقي، البحرينيين يعرفون شنو يعني الأكر الشرقي، قرية بسيطة بسيطة. منو زهرة عرفات؟ لما الحين زهرة عرفات هذه اللي جاية من القرية البحرينية، اسمها ينكتب عقب سعاد ولا عقب حياة ولا عقب سعد الفرد، المفروض نفتخر فيها ولا لا؟ طبعا احنا نفتخر فيك. فهل تبيني ارضى لما يقللون من شأني؟ ما برضى، خلي يقولون مغرورة، ما ارضى. تتحملين مسؤولية؟ اكيد زهرة، اكيد. طول عمري متحمل مسؤولية، حتى مسؤولية الكلمة. من سن مبكر. شوفوا احنا تعودنا، احنا كبحرينيين يعني الحمد لله احنا مستوانا عادي، مستوى اي عادي. ما اقول لك ان أبوي إنسان عادي يعني، الحمد لله معيشنا أوكي بس عادي. فأنا تقريبا من إعدادي وأنا أشتغل، يعني أدرس أشتغل، يعني من وأنا صغيرة إذا ما أشتغل تلاقيني أقرأ. ما عشت تفاهة، ما عشت تفاهة، عشان كذي أنا فاهمة الكلام اللي ينقال في الكتب، أو إنسان يقول، أو شنو نظرية تصير، شنو ما كانت النظرية، أنا أدري إن هذه مو حقيقة مو واقع، لأن هالنظرية بتي نظرية ثانية تنفيها، بتي عرفتي المدارس في كل شيء، حتى في الطب. هذا يقول لك الحليب زين، وهذا يقول لك الحليب ما يفيدك، وهذا الحليب ما أدري. فعارفة إن ما في شيء حقيقي واقع ثابت.